السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي بمدارس رواد المستقبل للغات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم بإذن الله تعالى نتناول درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان عالم من ذهب، يقدمه لكم الأستاذ محمود البحيري. الفقرة الأولى: لم يهتم العالم المصري المولد والنشأة مصطفى السيد بجمال الذهب والفضة ورونقهما، كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكنز والحيازة، ولكن الخصائص الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائقهما هي التي أثارت فضوله بحثا واستقصاء ودراسة في إطار ما يطلق عليها النانو تكنولوجي، والوقوف على التطبيقات الواعدة في عدة مجالات منها الطب. المفردات: رونقهما يعني لمعانهما، الحيازة يعني التملك والمضاد الفقد، الخصائص يعني الصفات، الدقائق أجزاء متناهية الصغر والمفرد دقيقة، أثارت يعني حركت، فضوله معناها رغبته، استقصاء بحث تفاصيل الموضوع جملة وتفصيلا، الواعدة أي المرجو خيرها. بيوضح لنا أن الناس يهتمون بالذهب والفضة لكي يمتلكون المال، فهم يهتمون بالذهب والفضة من أجل قيمتهما العالية، ولكن الدكتور مصطفى السيد لم يهتم بقيمة الذهب أو الفضة، ولكن اهتم بالخصائص الطبيعية والكيميائية للذهب والفضة. أهم الأسئلة: كيف نظر الناس للذهب والفضة؟ وكيف نظر لهم الدكتور مصطفى السيد؟ الإجابة: الناس اهتموا بجمال الذهب والفضة ورونقهما وقيمتهما العالية، أما الدكتور مصطفى السيد لم يهتم إلا بالخصائص الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائقهما. السؤال الثاني: وضح المقصود بالنانو تكنولوجي. الإجابة: هي تكنولوجيا متناهية الصغر متطورة للغاية، تعتمد على صنع الآلات والأجهزة بأحجام صغيرة. الفقرة الثانية: فقد نجح الدكتور مصطفى السيد بمعاونة فريقه الذي يقوده بمدينة أطلانتا الأمريكية في التوصل لأول مرة لشفاء سرطان الجلد بنسبة 100% على الحيوانات، وذلك باستخدام قضبان ذهب أو فضة فائقة الدقة والصغر في رصد الخلايا السرطانية والالتصاق بها، ثم بإطلاق شعاع ليزر منخفض الطاقة تكتسب هذه القضبان حرارة كافية لإتلاف الخلايا الشريرة، بينما لا تمس الخلايا السليمة في الجسم، وهذه آلية تعد الأولى من نوعها في العالم، وهذه الخصائص تستهدف خلايا السرطان الخبيثة، وبذلك يمكنها رصد أي ورم بالجلد، حيث تتجمع دقائق الذهب النانونية لتشكل طبقة مضيئة على جسم الخلية المريضة وحدها عند الرصد تحت المجهر، بينما لا ترى الخلايا السليمة فتبدو مثل كوكبة مضيئة وسط جسم معتم، ثم بتسليط شعاع ليزر مرئي منخفض الطاقة على هذه الدقائق تتحول إلى حرارة بامتصاص ضوء الليزر فتذيب الخلية السرطانية، ويمكن ملاحظة الفارق الواضح حيث تظهر تحت المجهر دقائق الذهب كأجسام فائقة الصغر مضيئة وسط مجال معتم، مما يعني قدرة انتقائية فائقة لدقائق الذهب للالتصاق بالخلايا السرطانية. المفردات: فائقة يعني شديدة، رصد معناها مراقبة، التصاق يعني التحام والمضاد فصال،
الشعاع هو الضوء الذي يرى كأنه خيوط، وجمعها الأشعة، إتلاف يعني إفساد، والمضاد إصلاح. في الفقرة دي بيتكلم عن الاكتشاف العظيم اللي توصل ليه الدكتور مصطفى السيد، أنه توصل إلى علاج هيساعد الناس على علاج سرطان الجلد بنسبة 100%، حيث قام بتجربة لعلاج مرض سرطان الجلد على الحيوانات ونجحت التجربة بنسبة 100%، واستخدم في ذلك قضبان الذهب والفضة فائقة الدقة والصغر. ده طبعا هذا الاكتشاف هيساعد على علاج الملايين من الناس المصابين بمرض سرطان الجلد. الفقرة التانية، المفردات الخبيثة يعني الفاسدة، والمضاد الصالحة وجمعها الخبيثات. المجهر هو الميكروسكوب، وهو آلة بصرية لإظهار الأشياء الصغيرة أكبر مما هي عليه. كوكبة يعني مجموع. الاكتشاف اللي الدكتور مصطفى السيد اكتشفه هو إن هو بيستخدم قضبان ذهب أو فضة فائقة الدقة في مراقبة الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى التصاق الخلايا السرطانية بقضبان الذهب والفضة. ثم بعد ذلك يقوم بإطلاق شعاع ليزر، يكون هذا الشعاع منخفض الطاقة، مما يؤدي إلى اكتساب القضبان حرارة كافية فتذيب الخلايا السرطانية، بينما لا تمس الخلايا السليمة هذه الحرارة وتبقى سليمة كما هي. أهم الأسئلة، ما الاكتشاف العظيم الذي توصل إليه الدكتور مصطفى وما قيمته؟ الاكتشاف توصل لعلاج سرطان الجلد بنسبة 100% على الحيوانات مستخدما قضبان الذهب والفضة فائقة الدقة والصغر. قيمة هذا الاكتشاف سيساعد في علاج الملايين من المصابين بمرض السرطان. الفقرة الثالثة، والواقع أن المتابع لسيرة الدكتور مصطفى السيد سوف يجدها حافلة بالعمل الجاد الدؤوب الذي أثمر العديد من البحوث والأوراق العلمية التي فاقت 500 مطبوعة، ولذلك نال العديد من الجوائز عبر مسيرته حتى تبوأ في النهاية رئاسة وقيادة معمل ديناميكيات الليزر. المفردات حافلة يعني ممتلئة، والمضاد فارغة، الدؤوب يعني المستمر والمضاد المنقطع، أثمر يعني أنتج، فاقت يعني زادت. أهم الأسئلة، بما تميزت سيرة الدكتور مصطفى السيد وما الذي أثمرته؟ تميزت بالعمل الجاد والدؤوب، وأثمرت العديد من الأبحاث والأوراق العلمية التي فاقت 500 مطبوعة. الفقرة الرابعة، بدأت مسيرته بالتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1953، وهي الفترة التي قال إنها زرعت فيه أسس الطموح العلمي الذي غرسه فيه أساتذة مصريون عظام، كما أمضى العديد من السنوات في الدراسة. المفردات الطموح يعني التطلع، أمضى يعني قضى، يعني بيقولون إنه تخرج دكتور مصطفى في كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1953، وقال الدكتور مصطفى السيد عن هذه الفترة أنها زرعت فيه أسس الطموح العلمي، وكان ذلك بفضل أساتذة مصريون عظام، وأنه قضى معظم حياته في الدراسة. سؤال، أين تخرج الدكتور مصطفى السيد وما أثر ذلك عليه؟ الإجابة، تخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1953،
وأثر ذلك أنها زرعت فيه أسس الطموح العلمي. فقرة الخامسة، ومنح في الجامعات الأمريكية المرموقة العديد من الجوائز، منها قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تعد من أرفع الأوسمة الأمريكية في العلوم، عرفانا بإنجازاته في مجال التكنولوجيا الدقيقة المعروفة باسم النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا في علاج السرطان، كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية بالعلوم، كما حصل على العديد من الجوائز الأكاديمية العلمية من مؤسسات عديدة، وتولى على مدار أكثر من 20 عاما رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء والطبيعة، وهي من أهم المجلات العلمية في العالم. المفردات مرموقة يعني عالية، والمضاد مغمورة، أرفع يعني أعلى، والمضاد أدنى. أهم الأسئلة في الفقرة اللي فاتت كانت بتتكلم عن أهم الجوائز التي حصل عليها الدكتور مصطفى السيد. السؤال: اذكر الجوائز والمنح التي حصل عليها الدكتور مصطفى السيد. الإجابة: قلادة العلوم الوطنية الأمريكية، جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، العديد من الجوائز الأكاديمية العلمية من مؤسسات عديدة. ولقد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعطيها الناس لهما، فمنهم من يعنى بالتختم والزينة بهما، وقديما عني الشعراء بالرونق والبريق، ولكن عندما يستخدمان في شفاء مرضى السرطان فكيف تقدر قيمتهما؟ ولم ينس مصطفى السيد وطنه، بل إنه يعمل على أن يفيد مرضى السرطان في مصر من اختراعه، وعلى هذا ستستفيد مصر وأمريكا والعالم كله من جهود هذا العالم المصري العظيم. المفردات: يعنى يعني يهتم، التختم يعني ارتداء الخواتم، البريق يعني اللمعان، اختراع يعني ابتكار، والمضاد تقليد. طبعا في نهاية الدرس مصطفى السيد أعطى للذهب والفضة قيمة تختلف عن القيمة التي يعطيها الناس لهما، فمن الناس من يهتم بالذهب والفضة من أجل أن يرتدي الخواتم ومن أجل أن يتزين بهما، وقديما الشعراء كانوا يتغنون بالذهب والفضة، ولكن عندما نستخدم الذهب والفضة في شفاء أو في مساعدة الناس لكي يتخلصوا من مرض السرطان فكيف تكون قيمة الذهب والفضة؟ وأنا أعتقد أنها ستكون قيمة عالية. الدكتور مصطفى السيد لم ينسى وطنه مصر، بل إنه يعمل على أن يستفيد مرضى السرطان في مصر من هذا الاختراع، وبالتالي سوف تستفيد مصر وأمريكا والعالم كله من جهود هذا العالم العظيم. أهم الأسئلة: ما القيمة التي أضافها الدكتور مصطفى السيد للذهب والفضة؟ الإجابة: أعطاهما قيمة أعلى مما يعطيها الناس لهما، وذلك أنه جعل منهما علاجا لواحد من أخطر الأمراض التي عرفتها البشرية. وبكده نكون خلصنا شرح هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.